بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. لك سلام الوالهين المشتاقين سيدي يا ابن قاسم، فداك المال والدم والنفس يا قائدنا العظيم ويا حصننا المنيع. نقول كما قلت بكل قوة وعزة وطمأنينية راسخة وسكينة أنزلها الله تعالى عليك. معنا الله وكفى، فلا نخشى ما دام الله معنا، فما دمنا مع الله تعالى فالله هو ولينا وهو ناصرنا. لن نطلب أو نرجو من أي أحد أن يتدخل، فيكفينا إيماننا وثقتنا برب العزة والجلال. أما أنتم يا أيها المرابطون في ميدان الفداء، فلكم كل التحية والإجلال على فدائكم الحسيني المبارك. نقبل جباهكم على تفانيكم وإخلاصكم وروحكم الحسينية الكربلائية من أجل حفظ رمز العزة والكرامة والعقيدة والدين الشيخ عيسى قاسم حفظه الله. كونوا مع الله فهو معينكم وهو ناصركم. وأختم قولي بكل طمأنينية وثقة راسخة لا تتزلزل بوعد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فعيشوا السكينة واطمئنوا وقروا عينا، فوعد الله